إيه؟ انا لا اعرف الخبايا، ولكن توحي بان ثمه الاستقرار على حدودنا، ثمه مخاطر فعلا، ولذلك هو باحتكاك وتواصل مستمر. نعم، وكما نشاهد على الصور التي تصلنا الان وصول السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون الى القاعه بالمركز الدولي للمؤتمرات، والتي سوف تحتضن هذا اللقاء الاول من نوعه، لقاء السيد الرئيس مع رؤساء الاحزاب الوطنيه. نرى السيد الرئيس يحيي رؤساء الاحزاب، وهذه هي القاعة التي سوف تحتضن هذا الحدث، الحدث الأول من نوعه للقاء السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع رؤساء الأحزاب الوطنية. هذا اللقاء وهذه المبادرة تشكل أيضا فرصة سانحة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، و أيضا هي تكرس سنة التشاور والحوار التي أرساها السيد الرئيس وسط أوضاع إقليمية ودولية راهنة وتحديات تجعلها الجزائر نصب أعينها. هذا اللقاء الذي يترأسه السيد الرئيس يشارك فيه 30 حزب وطني بالجزائر، الأكيد بأنها سوف تكون فرصة للتشاور والاستماع لانشغالات. إذن هذه الأحزاب 30 حزب التي سوف يشارك من خلال هذا اللقاء الذي يشرف على الذي يترأسه السيد الرئيس هي ممثلة في الغرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وبالمجالس الولائية والبلدية. وكما نتابع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحيي رؤساء الأحزاب الوطنية، والأكيد بأن اللقاء سوف يكون ثري بالنقاش وأيضا طرح الانشغالات والتشاور والحوار الذي أراده السيد الرئيس دائما منذ توليه سدة الحكم أن يكون قائما على هذه الأسس. هي إذن مسائل ذات مصلحة وطنية والانفتاح أيضا على مختلف القوى السياسية والمجتمعية الحية. أستاذ بودهان، من فضلك هل تعلق لنا على هذه الصور التي نتابعها الآن من المركز الدولي للمؤتمرات؟ أستاذ بودهان، طبعا رؤساء الأحزاب السياسية أرى أنهم ليسوا لوحدهم، بل أتوا مرفوقين بإطارات نعم. ونوابهم نعم. وهذا أمر مهم جدا كما قلنا، يدخل في إطار توسيع دائرة الحوار والتشاور. ولاحظي أن المكان الذي سيجتمع فيه السيد الرئيس برؤساء الأحزاب وممثلي الأحزاب ومعاونيهم وغيرهم على شكل مائدة مستديرة إن صح التعبير، ما يدل على سيمولوجيا قوية. بارك الله في الصورة وهذه القاعة يعني احترام متبادل نعم. يعني وأمرهم شورى كما قلنا، أمرهم شورى بينهم، وبالتالي تعامل جيد، سنة حميدة كما قلنا، ونكرر ونؤكد على ذلك، ونتمنى أن تدوم مثل هذه المشاورات. ولكن هو في الحقيقة السيد الرئيس دائما خلافا لهذا اللقاء الجماعي إن صح كان يلتقي بشكل ثنائي مع العديد من رؤساء الأحزاب السياسية، وذكرت بأنه اجتمع مع بعض رؤساء الأحزاب وليس كلهم. هناك 30 حزب أستاذ ممثل اليوم من خلال هذا صحيح. اللقاء تقريبا كل الأحزاب الناشطة على مستوى الساحة الوطنية السياسية هي حاضرة اليوم، لم يتم إقصاء ولا أحد. هذا هو المسار الذي دائما كان يسعى من خلاله السيد الرئيس بالاستماع للجميع، سواء كانت أحزاب كبيرة أو أحزاب لا تزال ناشئة، أو يعني هناك رسالة أيضا أخرى قوية يبعث بها السيد الرئيس. قلت أن السيد الرئيس يطبق تقريب حرفين ما ورد في الدستور بشأن الأحزاب، نعم. ما ورد في قانون الأحزاب السياسية المرة أخرى القانون العضوي 12/4،
وفي ويفي أيضا عفوا أستاذ بالالتزامات التي وعد بها السيد الرئيس من بينها هذه الالتزامات تكريس سنة التشاور وهو هي واحدة من بين التزامات السيد الرئيس. صحيح صحيح. قلت العديد من الأحكام سواء في الدستور أو في القانون أو الخاص بالحزب السياسي تلزم مؤسسة الدولة أن تتعامل مع الأحزاب على قدم المساواة. لا تفضيل لحزب قوي على آخر صغير كما يقال. وأنا ضد هذه الفكرة أصلا. الأحزاب بالتمثيل صحيح هناك أحزاب لها تمثيل في البرلمان وفي المجلس الشعبي.